بص بقى، الفقرة دي هسألك سؤال هتجاوب عليه بإجابة وهتسحب تمام الورقة وهنشوف إحساسك إيه بقى، أنت كنت بتقول الصح ولا بتقول كده وكده، صح 100% طبعا وهنشوف إحساسك بقى، وفي الآخر هتقول لنا الكلام بتاعك ده صح بنسبة كام في المية. 100% جاهز؟ جاهز إن شاء الله وربنا يستر. تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ الساحل الشرير بصراحة. استنى بقى عشان أقول لك، اسحب ورقة. سلام عليك وعلى إحساسك. ملتزم ولا خاربها؟ ملتزم جدا طبعا. في الساحل الشرير؟ ملتزم طبعا. الله عليك. استنى ارفع ورقة. تحب النوم ولا بتحب السهر؟ بحب النوم جدا طبعا. ثانية واحدة. براحتك خالص. ارفع ورقة. يا سلام عليك وعلى إحساسك. شيل. يا لهوي ده ولا واحدة صح. الساحل الطيب، بتحب السهر وخاربها. لا 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 لا، بتعمل التلاتة. متعملش الكلام ده خالص خالص، الكلام ده كله غلط. طب إحساسك كده صح بنسبة كام في المية؟ إحساسي كده صفر. صفر كده صفر، ما فيش خالص. جاهز للفقرة التالتة؟ يلا بينا. مش هتفكر، أسئلة سريعة وتجاوب على طول. ربنا يستر. يلا بينا نروح للفقرة التالتة مع محمد شوبير.